من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. صدق الله العظيم. Peserta berikutnya saya panggil atas nama Iqbal.